السلام عليكم. الكثير من الحرفيين في نجارة الخشب كيستعملوا بعض الطرق، هي الطرق نوعا ما نقدر نعتبره بأنه فيها نوع من التدليس ونوع من الغش. فإلى استثنينا العقد أو المعزات فما نقدروش نقولوا بأنهم هو نوع من العيوب. فالكثير من الأحيان يعتبرونه نوع من الديكور أو لا من الزخارف اللي هي داخلة في نسيج الخشب. هذا ليس موضوعنا اليوم، ولكن الموضوع ديالنا في بعض أنواع الخشب اللي كيتم الغش فيها واللي كتكون متقاربة. فنعطي مثال، اليوم غادي نحضر الحصر فقط بين الإيروكو وبين الصامبا. فهذا النوعين من الخشب هما نوعان متشابهان بشكل كبير جدا، فصعيب على أنه شخص عادي يفرق بينهما بالعين المجردة. فالكثير من الحرفيين يعمدون على أنه يستعملوا الصامبا يمزجونها بالروكو، خاصة يستعملون الروكو في الواجهة، مثلا واجهة بعض الخزنات، وفي الجهة الداخلية يستعملون مثلا الصامبا كإطار داخلي، رغم أنه في كثير من الحالات مثلا إلا خدنا السدادير أو لما كتسمى الصالون المغربي، فالكثير من الناس يعتقدون بأنه عندما تريد أن تصنع مثلا صالون مغربي فيتم الاتفاق بين الزبون وبين الحرفي بأنه يتم صنعه مثلا بالإيروكو أو الأكاجو أو الخشب اللي هو خشب فاخر، فيعتقد الزبون بأنه هذا الصالون سيتم صنعه بالكامل من الإيروكو أو الأكاجو. هذه مسألة صعبة وصعبة جدا بالنسبة للحرفي لأنها ستكون مكلفة. فهذا من الخطأ عندما نسمع أنه حرفي نجار من الخشب سيصنع لك مثلا سداري أو لا صالون مغربي من الروكو أو الأكاجو، فاعلم بأنه سيصنع لك فقط واجهة لا أقل ولا أكثر، فلن يتم صنع الهيكل الكامل أو الشفرات التي سيتم وضع عليها المطلة أو البونج. فهذه مسألة غير واردة لأن التكلفة ستكون تكلفة باهظة ولا داعي لاستعمالها لأننا فقط نحتفظ بالواجدة. فنفس الشيء بالنسبة لهذا الصامبو وهذا الروكو، فيتم الخلط بينهما لتوهيم. كذلك بالنسبة لبعض الزبناء أو الناس العاديين الذين يعرفون بأنه بعض الأحيان واجبات الأبواب يستعملون مثلا في الإطار سابا روج دينور الخشب الأحمر التنوب الأحمر، وفي البانوات أو في الألواح يتم استعمال السنلازر أو الخشب اللي هو خشب بثمن بخس وبجودة اللي هي جودة قليلة، لأنه هذا البانوات الألواح هي التي تأكل أو لا تستهلك الكثير من الخشب وترفع ثمن تكلفة هذه الأبواب. فلمعرفة هذه الأنواع من الخشب التي تم خلطها، خاصة هناك طريقة أخرى التي يعتمد الكثير من الحرفيين على أنهم يستعملون الأكسجين أو الأكسجين السائل لإزالة اللون من الخشب وخلطه، فلا يمكن للزبون أن يعرف كيف يميز بين أنواع الخشب فتصبح الألوان لون الخشب واحد. فهذه كذلك من الطرق التي يستعملونها للغش. كذلك للتعريف أنه هناك فرق بين الخشب الصلب وخشب الرطب، فقط تجربة بسيطة هو المسمار أو لا البرغي. فالبرغي في الخشب الصلب فهو لا يدخل بسرعة، وكذلك المسمار، بينما في الخشب الرطب فهو يدخل بسرعة سلسة. هذه كانت لقطات بسيطة للذكر فقط لا الحصر، لمعرفة أنه هناك الكثير من الأشياء التي يستعملها نجاري الخشب يجب أن ننتبه لها ونتفادها سواء كحرفيين وكزبناء. أشكركم على انتباهكم والحسن مقبل بحول الله.